القوات العراقية تقتحم المدينة القديمة في الموصل. هدنة في درعا تزامنا مع دعوتين لمحادثات السلام. مطالبات دولية لمحاسبة الحوثيين جنائيا على استغلالهم للأطفال. أهلا بكم إلى نشرة أخبار اليوم. بدأت القوات العراقية صباح اليوم باقتحام المدينة القديمة بالموصل، وكانت القوات العراقية قد واصلت أمس تقدمها الحذر في الموصل القديمة، حيث يحتجز داعش عشرات آلاف المواطنين ويستخدمهم ضروعا بشرية. وأعلن الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قائد عمليات قادمون ينينوى في بيان أن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت حي باب سنجار. هذا ويهرب مقاتلو داعش باتجاه الموصل القديمة تاركين خلفهم عددا من المفخخات في محاولة لاستهداف المدنيين والجنود العراقيين. مراسلنا وسام يوسف رافق القوات العراقية خلال تفكيكها لهذه المفخخات. هؤلاء الناجون من قبضة داعش في حي الشفاء غربي الموصل بعد أن اتخذهم دروعا بشرية. كانوا مسجونين لديه في هذه الغرفة التي تحوي على قنابل وأسلحة. ليس هذا فقط، بل كان التنظيم أيضا يحتفظ بالقرب من هذا المنزل بسيارة مفخخة ومعدة للتفجير. كميات المتفجرات التي وضعها مقاتلو داعش في هذه السيارة كانت كافية لقتل عشرات المدنيين، حيث أضاف اسطوانات الغاز المنزلي لكي يزيد من شدة التفجير ويحدث أكبر قدر من الدمار. رابعة عجلة مفخخة، والحمد لله تمكنت مركز مكافحة المتفجرات صقر ميسان لتقديم الدعم والإسناد للقوات الأمنية الشرطة الاتحادية من تفكيك عجلة مفخخة، والحمد لله الوضع آمن وإن شاء الله. عملية تفكيك المتفجرات من هذه السيارة لم تكن سهلة، حيث أن مقاتلي داعش يستعملون طرقا مختلفة في التفخيخ، إضافة إلى عمليات التحوير في هذه السيارة المفخخة لتمكينها من حمل كميات أكبر من المتفجرات. سيارة نوع تويوتا مونيكا، سو تصفيح لها كامل، تصفيح من الجوانب وتصفيح داخلي، بيها مواد التفخيخ موجوده بطاله مال اكسجين، 11 بطل اكسجين وخمس قناني مال غاز، والبطاله مال الاكسجين تحتوي على النترات والسكم الناعم، وتحتوي على مواد متفجره اخرى كالسيفور، وتم معالجتها وتفكيكها. هوس التدمير والقتل الذي يسيطر على عقول مقاتلي داعش الإرهابي جعلهم يتفننون ويبتكرون طرقا مختلفه لقتل وإيذاء المدنيين والقوات العراقية المتقدمة على حد سواء، لكن الخبرة العسكرية التي اكتسبها جنود القوات العراقية مكنتهم من الاحتفاظ بالقدرة على معالجة مختلف أساليب التفخيخ في هذه المناطق التي تم تحريرها مؤخرا في الجانب الأيمن من الموصل. حررت القوات العراقية مناطق جديدة غرب مدينة الموصل في وقت ذكرت فيه الأمم المتحدة أن أكثر من 100,000 مدني عراقي محتجزون لدى مسلحي تنظيم داعش وسط أحياء الموصل القديمة. التفاصيل في التقرير التالي. مع اشتداد حدة المعارك وتضييق الخناق عليه في مدينة الموصل العراقية، يسعى تنظيم داعش إلى تضليل القوات العراقية وإيقاف توغلها في الجهة اليمنى من المدينة من خلال اللجوء إلى احتجاز المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية. فكرة استخدام أهالي الساحل الأيمن من الموصل يعتبر آخر أسلوب يلجأ إليه التنظيم، الذي يقوم أفراده بمنع الأهالي من الخروج ويوجهونهم للتجمع في مباني كان يستخدمها سابقاً. مفوضية لاجئين في الأمم المتحدة للاجئين العراقيين تقول إن أكثر من 100,000 مدني قد يكونون محتجزين في المدينة القديمة بشكل أساسي.
اقتادوهم التنظيم عندما رحلوا عن مواقع كانت تشهد معارك. وشددت المفوضية على أن هؤلاء المدنيين المحرومين من المياه والغذاء والكهرباء يعيشون في ظروف يتزايد فيها الرعب. المفوضية لفتت أيضا إلى أن قناصة داعش يستهدفون أي شخص يحاول مغادرة المناطق الخاضعة لاحتلاله، أما القلة الذين حاولوا الفرار يعانون صدمة شديدة. يأتي ذلك فيما حررت قطعات الفرقة 15 في الجيش العراقي قرى الزنازل وأبو كدور وكنيسة شرق طريق الكسك المحلبية غربي الموصل. ووفقا لمصادر عسكرية فإن القوات العراقية اقتربت من أعلان تحرير كامل مناطق وأحياء الموصل، ولم يتبقى تحت احتلال التنظيم سوى 1% من إجمالي أحياء ومناطق الجانب الأيمن. ومع تقدم القطاعات العسكرية أشارت القوات العراقية إلى أن تنظيم داعش الإرهابي يجمع السيارات بشكل عرضي في الشوارع محاولا إعاقة تقدمه، كما أنه يحرقها لحجب الرؤية عن طائرات الاستطلاع المسيرة وطائرات الجيش العراقي والتحالف الدولي. وفي المناطق التي انسحب منها عمل التنظيم وفق القوات العراقية على تفخيخ السيارات والشاحنات وركنها لتفجيرها عن بعد، وهو أسلوب عادة ما يلجأ إليه تنظيم داعش بعد طرده من مناطق معينة لإيقاع الخسائر بخصومه. قالت القوات العراقية إنها حررت منفذ الوليد الحدودي مع سوريا بعد عملية واسعة شاركت فيها طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وقوة جوية عراقية. وقال مصدر أمني في محافظة الأنبار إن لواءين من حرس الحدود باشرا التحكم بالمنفذ والشريط الحدودي مع سوريا. يذكر أن منفذ الوليد قريب من معبر التنف، حيث تتمركز قوات أمريكية تساعد مقاتلين من المعارضة السورية في محاولة استعادة السيطرة على المنطقة منذ العام الماضي. قالت مديرة منظمة أوديسا لتطوير وحماية المرأة العراقية ميسون البياتي إن الفتيات الناجيات من داعش تعانين من عدم تفهم وقبول من المجتمع، بالرغم من أنهن في معظم الحالات لا ذنب لهن بوجودهن في مناطق احتلال داعش. للأسف لا زال المجتمع يعيش بالعقلية الذكورية، عقلية العقلية الشرقية اللي تنظر للمرأة أنه هي امرأة عورة يعني. بالتالي مهما يكون ظروفها، مهما تكون الظروف اللي حاطط بيها، يعني تبقى هاي النظرة انه المرأة هي يعني هي اللي قصرت، هي اللي كانت سبب في هذا الموضوع، بالرغم من انه احنا كلتنا نعرف انه ضحايا، النساء هذول ضحايا. يعني على سبيل المثال عندنا مثلا الايزيديات، يعني بفتوى من المرجع الايزيدي تم استقبال هالبنات، لكن بعدين داخل أسرتهم، داخل مجتمعهم، داخل عوائلهم، يعني يحكون يقولون احنا ما مرتاحين، لان النظرة الدوني اللي ينظرونها هي يعني هاي نظرة يعني صعبة. يعني ممكن انه يستقبلوهم، ممكن انه بالبداية، لكن مع مرور الايام لا، تبدأ تظهر العقلية الشرقية، عقلية المجتمع. في سوريا قتل أكثر من 40 فردا من قوات الأسد ودمرت عدد من آلياتها خلال تصدي غرفة عمليات البنيان المرصوص للحملة العسكرية الأخيرة على أحياء مدينة درعا جنوب سوريا. وتأتي هذه الإحصائية بالتزامن مع هدنة لوقف إطلاق النار بدأت السبت ولمدة 48 ساعة في محافظة درعا، كما أعلن وسطاء محاولتين منفصلتين لعقد جولة جديدة من محادثات السلام أوائل الشهر المقبل، إذ أعلنت الأمم المتحدة أنها تريد بدء جولة جديدة من محادثات السلام في 10 يوليو تموز في جنيف، في حين قالت موسكو إنها تأمل في عقد محادثات في أستانا عاصمة قزاخستان في 4 و5 من الشهر ذاته. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن مقاتليها تمكنوا خلال 10 أيام الماضية من قتل أكثر من 300 مسلح من تنظيم داعش وتحرير 4 أحياء في مدينة الرقة. وأوضحت القوات الديمقراطية أن الأحياء 4 التي حررت في المدينة هي المشلب والسباهية والرومانية والصناعة، ذلك فضلا عن تحرير ساحة الجزرة وقلعة تل هرقل التاريخية. هذا وتقترب قوات سوريا الديمقراطية من تحرير محيط منطقة المربع الأمني في مدينة الرقة بعد التقدم الذي أحرزته في الأيام الماضية، في حين تستمر المعارك على 3 محاور لتحرير المدينة. وفي الوقت الذي تتوارد فيه الأنباء عن بدء انسحاب مسلحي داعش من الرقة،
ينفي مقاتلون في سوريا الديمقراطية ذلك ويؤكدون أن التنظيم يحاول التسلل إلى النقاط المحررة مؤخرا. التفاصيل في التقرير التالي. ساعات من الهدوء النسبي ووقف لإطلاق النار غير متفق عليه في شوارع الأحياء المحررة من قبضة داعش في مدينة الرقة. توجهنا خلالها إلى أقرب نقطة فاصلة عن مسلحي التنظيم. هذا هو المربع الأمني في المدينة الذي تنطلق منه هجمات داعش مع بداية تحرير الرقة. يتجول مصعب المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية مع رفاقه للبحث عن ألغام وعبوات مزروعة في الطرقات ومفارقها، ويحاول اكتشاف ثغرات قد يستخدمها داعش في التسلل إلى الأحياء المحررة. صحت الأخبار أن داعش تنسحب من مدينة الرقة والأحياء، طبعا نقوم بالتقدم إليها عاري عن الصحة. اشتباكات عنيفة جدا جدا بين قوات سوريا الديمقراطية، يعني مجموعاتنا ومرتزقة داعش في الليل والنهار. طبعا داعش تحاول التسلل على النقاط في المساء في صباح الباكر، اشتباكات تستمر في الليل والنهار حتى دخول مركز المدينة. في الجانب الآخر عمليات رصد وتتبع للأبنية التي تتمركز عليها قناصة داعش، فالتنقل بين الأحياء المحررة ليس سهلا وقد يتطلب في معظم الأحيان تغطية نارية. غارة للتحالف على موقع جديد لداعش تستنفر على إثرها سرايا المشاة المنتشرة في الأحياء تحسبا لردة فعل مفاجئة. هلا الوضع حاليا آمن، ما في شيء، اشتباكات قليلة من ناحية الدواعش، عم ينسحبون انسحاب قليل، يعني عم نشاهد بالقرية واحد اثنين ثلاثة بس أو خمسة عم نشبك معهم، بس في أنفاق تحت الأرض عم يطلعوا منها. قالك ترزب كاراني عربية تقاميني ماين. لقد استخدم داعش عربات مفخخة وألغاما حساسة بالإضافة للإنغماسيين في حي الرميلة، وحاول دس الانتحاريين بين المدنيين ليفجروا أنفسهم عند الوصول إلى قواتنا، وكنا متيقظين لذلك. على امتداد الجبهات الثلاث الشرقية والشمالية والغربية تعمل قوات سوريا الديمقراطية على اكتساب الوقت وتحرير أحياء جديدة ومنع داعش من التفكير بالكر على المواقع التي خسرها من خلال الضغط والتقدم المتواصلين. فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعد الفاصل. الجيش الفلبيني يكثف عملياته ضد المتشددين جنوب البلاد. أهلا بكم من جديد. قامت ميليشيا الحوثي وصالح باحتجاز قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في العديد من المحافظات اليمنية بهدف إمداد مقاتليها بالأسلحة والمتفجرات، إضافة لاستخدام تلك الشاحنات في نقل المسلحين إلى مناطق القتال. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قامت ميليشيا الحوثي باحتجاز عدد من القوافل الإغاثية، منها 200 قاطرة تحمل المواد الإغاثية المخصصة لـ 12 مديرية من مديريات محافظة تعز، كما قامت باحتجاز 7 قاطرات مخصصة لمديرية عبس بمحافظة حجة. أفاد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بأن عدد الأطفال المجندين الذين قتلوا أثناء مشاركتهم في المعارك في اليمن بلغ 424 طفلا، بينما أصيب 16 آخرون بإعاقات دائمة. وقال رياض الدبعي مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في التحالف اليمني خلال ندوة مجلس حقوق الإنسان بجنيف إن الأطفال المجندين ينتمون غالبا لمحيط اجتماعي قبلي وفقير. وطالب حقوقيون يمنيون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وإخضاع قادة الحوثيين للمحاسبة الجنائية لاستغلالهم الأطفال في الحرب. استنكر مجلس النواب البحريني في بيان له ما وصفه بالتدخلات السافرة في الشأن البحريني من قبل النظام القطري بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة. وأضاف بيان المجلس أن ما يتكشف يوميا من حقائق ومعلومات دامغة يوضح أن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم هو مؤامرة من خلال طابور خامس إيراني بدعم من النظام القطري.
استفسرت عن هذا درع الجزيرة ما في قوات قطرية أول شيء، بعدين في 2 ضباط مراقبين، هذا حسب قانون درع الجزيرة، قانون درع الجزيرة يلزمنا بالمشاركة في دول المجلس، أنت عارف. طيب. إحنا هالمرة تحفظنا وما شاركنا كقوة. طيب، بس في في ضباط 2 من قطر. ضباط 2 مراقبين، هذا في أشياء تلزمنا غصب. طويل العمر أبو خليفة، الآن الناس بتتعامل، يعني أنا أرجو أن تأخذون هذا الموضوع في الحصان، الناس بتتعامل مع القوات كقوات احتلال. يا شيخ أنا مع كلامك، وإحنا يعني أنا الكلام يعني يجب أني ما أقول لك، إحنا الموضوع دي إحنا كغطر متحفظين عليه بسبة علاقة الأخوة والمواطنة، إحنا الشيء دي متحفظين عليه ورفضنا المشاركة. أنا أتكلم وياك أبو خليفة، طلبت مني أن أنقل أي شيء بالنسبة إلى قوات الأمن وإعلان حالة الطوارئ، إحنا نتوقع سيل من الدماء. إحنا ما عندنا مانع نطلع حتى في الجزيرة الحين. هاي رسالتنا أن 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 ما يجري اليوم هو بإمضاء خليجي. توصل، بس أنا أبغي القرى اللي الحين عقب ما كلمتك أنا اللي صارت فيها مشاكل وشي، لأن إحنا ما عندنا مانع. كل قرى خلاص نعم. ما عاد في حماية للشيعة في البحرين. وهذا الصوت ما وصلناه إلى مرجعياتنا في النجف وفي قم وفي لبنان. شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية دكتور أنور قرقاش على أنه يصعب الدفاع عن الموقف المستند إلى التآمر ونكث العهود وغياب المصداقية، في إشارة إلى قطر وماكينتها الإعلامية والدبلوماسية التي تحاول الدفاع عن موقف الدوحة وسياستها من دون تسميتها بالاسم. وقال الدكتور قرقاش إن الصوت الإعلامي الوحيد لهذه الدولة غدت مهمته أصعب في ظل أدلة تؤكد زرع الفتن، مشيرا إلى أن جوهر الإعلام المؤثر هو المصداقية. هذا وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير كشف أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين يعدون قائمة من الشكاوى ضد قطر سيتم تقديمها قريبا، مشيرا إلى أن كل العالم وليس دول الخليج فقط تريد من قطر أن توقف دعمها للإرهاب. وأضاف الجوبير أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع بحق قطر هي رسالة قوية للدوحة بأن دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى أمر غير مقبول. ضاعف الجيش الفلبيني جهوده التي ترافقت مع غارات جوية وقصف مدفعي ضد المقاتلين المتشددين المتحصنين في أحياء مراوي جنوب البلاد في معارك أسفرت عن أكثر من 300 قتيل خلال شهر تقريبا. ونقلت شبكة ENC التلفزيونية عن مسؤولين عسكريين قولهم أن 400 رجل أرسلوا من وسط البلاد لتعزيز قوات الجيش. أعلنت الشرطة البريطانية أن 58 شخصا فقدوا في حريق برج غرينفيل في لندن وباتوا في أعداد القتلى، وذلك بعدما أفادت السلطات في حصيلة سابقة أن الحريق أسفر عن مقتل 30 شخصا. وقال المسؤول في شرطة لندن في تصريح للصحفيين إن هذا العدد مرشح للازدياد. قتل 39 شخصا على الأقل وأصيب نحو 20 بجروح جراء حريق غابات في منطقة ليريا وسط البرتغال اشتدت حدته في شكل مفاجئ بحسب ما أعلن رئيس الحكومة البرتغالية أنطونيو كوستا. وأضاف كوستا من أمام مقر الدفاع المدني في لشبونة إن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرا لوجود جرحى في حالات خطرة. قتل 3 أشخاص على الأقل بينهم امرأة فرنسية وأصيب 11 شخصا بجروح حالات 4 منهم حرجة في هجوم بقنبلة استهدف مركزا تجاريا في بوغوتا وفق ما أعلنت مصادر طبية كولومبية. وبحسب الشرطة الكولومبية فإن الانفجار وقع في دورة مياه المركز التجاري الواقع في منطقة يقصدها الأجانب بكثرة عشية عيد الأب. وإثر الانفجار أصدر الرئيس خوان مانويل سانتوس أمرا لقائد الشرطة الوطنية الجنرال خورخي نييتو بفتح تحقيق لملابسات الانفجار.
أعلن الجيش الجزائري في بيان له عن مقتل 3 متشددين وإلقاء القبض على آخرين خلال عملية لا تزال مستمرة في شرق الجزائر. وأضاف البيان أن العملية التي أطلقها الجيش في قسنطينة وسكيكدا بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن في 11 يونيو أتاحت القضاء على 3 متشددين وإلقاء القبض على 3 آخرين و8 عناصر تدعم الجماعات الإرهابية مع تسليم إرهابي آخر نفسه. لنشرتنا بقية ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة. نبدأ جولتنا من صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت ماكدونالدز توظف المراهقين من خلال سناب شات. قامت ماكدونالدز بالاعتماد على تطبيق سناب شات في توظيف العديد من الشباب خلال فترة الصيف، وأطلقت ماكدونالدز أداة التوظيف الخاصة بها اسم سنابليكاتيو، حيث يمكن لمستخدم سناب شات مشاهدة فيديو لمدة 10 ثوان حول كم هو عظيم العمل في ماكدونالدز. صحيفة اليوم السابع المصرية عنونت فرنسا تخطط لإطلاق قطارات ذاتية القيادة بحلول 2023. أعلنت شركة CNCF الوطنية للسكك الحديدية المملوكة للحكومة الفرنسية عن تطوير ونشر قطارات ذاتية القيادة تعمل على طول خطوطها فائقة السرعة TGV بحلول عام 2023. وستحمل تلك القطارات المتطورة اسم درون ترينز، ومن المقرر أن تبدأ التجارب الأولية لها في عام 2019. صحيفة القدس عنونت اليوم نهاية العالم قريبة جدا حسب نظرية روسية. قال عالمان روسيان أن نهاية العالم باتت قريبة، وذلك بسبب حقيقة أن الشمس سوف تتوقف عن إصدار الطاقة وتبرد. وأوضح العلماء أنه تم اختفاء البقع من الشمس، ما يدل على أنها سوف تتوقف عن الإشعاع وإصدار الطاقة، وهذا بدوره سيؤدي إلى تجمد الكرة الأرضية. أما صحيفة الغد الأردنية فقد عنونت علماء محو الذكريات المؤلمة بات ممكناً. اكتشف باحثون من جامعة بنسلفانيا إنزيماً في المخ يمثل عنصراً محورياً بالغ الأهمية في تخزين ذكريات على المدى الطويل، وفي حين أن ذلك الأنزيم لم تجرى دراسته حتى الآن إلا على الفئران، فإن الباحثين متفائلون أنه يمكن استخدامه مستقبلاً لمحو الذكريات المؤلمة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة. وأخيراً صحيفة القبس الكويتية عنونت العثور على عظام ديناصور عاش في إسبانيا. اكتشفت بقايا ديناصور يبلغ طوله 20 متراً بالقرب من مدينة موريا بمقاطعة كاستيون شرق إسبانيا، ووجد علماء الحفريات 2 من عظام الفخذ وأحد عظام الجمجمة وأجزاء أخرى من الأطراف وفقرة من الذيل، ويعتقد الباحثون بأن هذه البقايا تعود لديناصور السوربودا أو ربما ديناصور براكيوسورس. في شهر رمضان يتغير النظام الغذائي بشكل جذري، حيث أن هناك وجبتان السحور والإفطار، وبالتالي فإن هاتين الوجبتين تشكلان جزءا أساسيا من الصيام، لذلك ينبغي أن يكون السحور صحيا. الزميلة منى عواد معدة فقرة التغذية في أخبار الآن لديها المزيد. تناول وجبة السحور في شهر الصوم له فوائد صحية كثيرة، منها الحفاظ على مستوى السكر في الدم خلال مدة الصيام، وتخفيف الشعور بالجوع والعطش خلال النهار، والتقليل من الشعور بالكسل والخمول. ولكن تلك الفوائد الصحية لن تتحقق إلا بتناول وجبة سحور صحية. لكن كيف يكون السحور صحيا؟ لنتعرف على ذلك مع خبيرة التغذية والصحة لما النائلي. نتابع.
بالبداية حابة أشدد على تناول وجبة السحور. وجبة السحور هي من الوجبات اللي كتير مفيدة، حتمد جسمنا باليوم الثاني بالطاقة بالحيوية. إذا ما تناولنا وجبة السحور حنكون ثاني يوم كتير تعبانين، لكن طبعا يجب أن تكون مكونات وجبة السحور مثالية غنية بالبروتينات الصحية حتى نحن نشبع باليوم الثاني. لازم يكون فيها ألياف غذائية كمان لحتى نشبع ونعدل معدل سكر الدم وما يصيبنا مشاكل صحية، ويكون فيها جزء من الخضار والفواكه. كرمال ناخذ فيتامينات معادن نضلنا نشيطين باليوم الثاني، ونشرب الماء لكن مو بكثرة، لأنه تناول الماء بكثرة على وجبة السحور حيسبب طرح للماء الإضافي اللي نحن أخذنا. وبالتالي ممكن أنه ناخذ للأشخاص اللي عندهم شغل تاني يوم بدنا نركز أنه يتناولوا مصدر بروتين مثل بيضة مسلوقة مع خبز حبوب كاملة جنبها صحن من الخضار، كوب من الروب قليل الدسم. ممكن ناخد سلطة فواكه كمان بتعطي كتير نشاط وطاقة حيوية. ما نهمل وجبة السحور حتى لو كان بهدف السيدات أو الرجال تخفيض الوزن. إذا ما تسحرنا بالعكس الوزن ما حينزل وحيصير عندنا مشاكل صحية أكتر، لح ينزل الميتابوليزم والحرق جدا جدا بشهر رمضان. حافظوا على وجبة سحور مثالية وصحية، ما يكون فيها ملح، ما يكون فيها مخللات، ما يكون فيها سبايسيز كتير، لأنه البهارات والمواد الحارة على وجبة السحور تسبب العطش وفقد الماء بالجسم، وبالتالي كمان بتكون عادة غير صحية أبدا. من الأفضل تأخير وجبة السحور لأن ذلك يساعد على التقليل من الشعور بالجوع والعطش، ويعين الصائم على أداء مهامه اليومية دون تعب أو إرهاق. وتذكر دائما غذاؤك حياتك. كشف بحث جديد أن أطفال النساء اللواتي يعانين من السمنة المفرطة عند الحمل هم الأكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية. وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من مليون طفل أن العيوب الخلقية التي يرجح أن يصاب بها الأطفال هي أمراض القلب، ثم تشوهات الأعضاء التناسلية والأطراف، ويليها الجهاز البولي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي. قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين. القوات العراقية تقتحم المدينة القديمة في الموصل. هدنة في درعا تزامنا مع دعوتين لمحادثات سلام. مطالبات دولية لمحاسبة الحوثيين جنائيا على استغلالهم للأطفال. وصلنا إلى الختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. شكرا للمتابعة، نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز للأخبار. إلى اللقاء.